أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة سما، والبداية بالعناوين. رسائل متناقضة من أنقرة تجدد العدوان التركي عبر سلسلة غارات شنها الطيران الحربي على قرى بريفي حلب والرقة الشماليين. من عمر يوم حتى الخمس سنوات، وزارة الصحة تطلق حملة أيام التلقيح الوطنية لمتابعة الأطفال المتسربين. ومجلس الشعب يناقش عددا من مشاريع القوانين ومواضيع متعلقة بعمل وزارة النقل. أهلا بكم من جديد. أكدت وزارة الدفاع الروسية أن إرهابيي تنظيم جبهة النصرة يخفون الأسلحة في مخيمات اللاجئين بمحافظة إدلب ويمنعون وصول المنظمات الدولية إليها. أقال نائب رئيس مركز التنسيق الروسي في سوريا أوليغ إيغوروف في بيان إن المركز يتلقى معلومات عن التدهور المستمر للوضع الإنساني في مخيمات حارم وسلقين بمحافظة إدلب، حيث قام إرهابيو جبهة النصرة بوضع مستودعات للأسلحة والذخيرة في هذه المخيمات في محاولة لإخفاء أنشطتهم الإجرامية. شدد إيغوروف على أن أفعال الإرهابيين هذه تشكل تهديدا مباشرا لأرواح المدنيين، وهي مثال آخر على كيفية استخدام الإرهابيين للسكان المدنيين كدروع بشرية. علمت قناة سما من مصادر ميدانية غير رسمية أن التنظيمات الإرهابية واصلت خروقاتها في منطقة خفض التصعيد بإدلب، حيث نفذت 4 اعتداءات خلال الساعات 24 الماضية، وهي خرقان في إدلب وخرق في حماة وخرق في اللاذقية. من جانبه، واصل الجيش العربي السوري رده على خروقات تنظيم جبهة النصرة الإرهابي وحلفائه في سهل الغاب وأرياف إدلب بدك مواقعهم ونقاط تمركزهم بنيران مدفعيات ثقيلة والصواريخ. أكدت المصادر أن الجيش استهدف بكثافة نارية من مدفعيته الثقيلة وصواريخه مواقع الإرهابيين في محاور التماس بسهل الغاب الشمالي الغربي وفي منطقة جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي وكذلك في ريفها الشمالي الشرقي. وأوضحت المصادر أن الضربات المدفعية تركزت في محاور المشاريع بسهل الغاب وفي جبل السماق بريف إدلب الغربي وفي الفطيرة وفليفل وبنين وحرشة وسفوهن بمنطقة جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبية وفي معارة النعسان بريف إدلب الشمالية الشرقية. وسط تناقض في أقوال وأفعال أنقرة، تبجح رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان بأن ما سماها العمليات العسكرية شمال سوريا والعراق لن تقتصر على حملة جوية فحسب، وأن مناقشات ستجرى بشأن مشاركة قوات برية. لم تتوقف الاعتداءات المدفعية والصاروخية التركية على قرى وبلدات في أرياف الحسكة والرقة وحلب، رغم الإعلان الضمني لوزارة الدفاع التركية عن انتهاء ما أسمتها عملية المخلب السيف الجوية التي اعتدى فيها الطيران الحربي التركي على أكثر من 40 موقعا لقسد، بينها مواقع متداخلة مع الجيش العربي السوري، ما أدى لاستشهاد عدد من العناصر. ولا مؤشرات واضحة حتى الآن عن سعي تركي لمواصلة اعتداءاته أو المضي نحو تنفيذ عملية عسكرية برية في ظل اقتراب انعقاد جلسة جديدة من مؤتمر أستانا خلال اليومين القادمين، والتي من المفترض أن تكون مفصلية لجهة لجم الأتراك ومنعهم من أي تصعيد عسكري جديد في المنطقة.
الغريب في نتائج العدوان التركي إعلان ميليشيا قسد عن فقدان مقاتل واحد فقط من مقاتليها، وهو ما يبدو أنها محاولة لإظهار أنها غير موجودة على الحدود، بما يثبت أنها تطبق اتفاق سوتشي وهي بعيدة 30 كيلومتر عن أقرب نقطة من الحدود. استمرار استخدام تركيا قسد ذريعة لشن اعتداءات على الأراضي السورية يحتاج لتطبيق فوري لاتفاق سوتشي وسحب قسد عناصرها من هذه المناطق وإعادتها لسيادة الجيش العربي السوري، بما يحميها ويحمي أهلها ويسد بابا تحاول أنقرة الدخول منه لتنفيذ أطماعها في المنطقة. أيهم مرعي، لقناة سما، محافظة الحسكة. مع انطلاق تسوية أوضاع المطلوبين في حمورية، إقبال كبير على المشاركة في سقبة بريف دمشق ضمن إطار عملية التسوية التي طرحتها الدولة، وتسوية أوضاع 2600 مطلوبا في حماة وأكثر من 1000 في حي الوعر الحمصي. ننصح كل واحد من رات البلد يجي على حضن الوطن يسوي تسوية والبلد بلدنا. تشجع الأهالي من برا بيجوا وبيمشوا بالمصالحة وسجل عليها كلياتهم، وانا اليوم عم سجل واموري على احسن حال. نحن ننصحهم كليات التسويه عفو من سياده الرئيس كلها ترجع على اللي يكون برا البلد، كلياتها ترجع وبعمار البلد كلها سوا. شكرا لسياده الرئيس على المصالحه الوطنيه اللي عملها، وجينا من الريف حمص القصير، اجينا ما حدا تعرض لنا ولا باي شكل حواجز، كانت احلى معامله معامله الشباب معهم. الله يقويهم، الله يعطيهم العافيه، والله يخلينا سياده الرئيس بالشهر حافظ الاسد. كل واحد خايف ما وجاء ما يجي، انه خايف من هون يجي لا يخاف، هيك الامور ولا في احسن من هيك، كل احترام، ما حد ازعجنا بكلمة لا على الطريق ولا هون. من نيودلهي التي اختتم زيارته اليها، أكد وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل مقداد أن العلاقات التي تربط بين البلدين الصديقين سوريا والهند متينة وتتسم بمودة خاصة، ونسعى لتعزيزها وتعميقها في مختلف المجالات خلال الفترة القادمة. وقال المقداد في تصريح لوكالة سانا إن الزيارات السورية إلى الهند لم تنقطع، وعلى هذا الأساس كان التواصل مستمرا، فالسفارة الهندية في دمشق لم توقف عملها نهائيا، والسفارة السورية في نيودلهي استمرت في عملها كالمعتاد. علاقات عميقة بين البلدين في مختلف المجالات. في المجال السياسي، الدولة الهندية دعمت الجمهورية العربية السورية في حربها على الإرهاب، وطالبت بوقف هذه الحرب الظالمة والقوة التي تدعمها وتمولها بشكل مباشر. الهند الآن عضو في مجلس الأمن الدولي، وهي تقف إلى جانب سوريا بكل ما تعني هذه الكلمة، وعندما تقف إلى جانب سوريا فالهند تقف إلى جانب الحق. وفي المجال الاقتصادي لم تتوقف الهند عن تزويد سوريا سواء بالمساعدات الإنسانية أو بالدعم الاقتصادي، وهنالك الكثير من المجالات التي تعتمد فيها سوريا على ما يصلها من مساعدات ومن دعم اقتصادي أو تعاملات اقتصادية، سواء كان ذلك في مجال الأغذية أو في مجال الأدوية أو في مجالات التكنولوجيا. نحن نتطلع خلال الأيام والأشهر والسنوات القادمة إلى تعميق هذا التعاون. أقام حزب البعث العربي الاشتراكي في لبنان احتفالا بمناسبة الذكرى 52 للحركة التصحيحية المجيدة في مسرح رسالات بالعاصمة بيروت. شارك فيه ممثلون عن القوى والأحزاب الوطنية اللبنانية والفلسطينية والجمعيات الأهلية وفعاليات من بيروت والمناطق اللبنانية. سفير سوريا في لبنان علي عبد الكريم قال إن هذه الذكرى تهم سوريا ولبنان وكل الأمة، فالحركة التصحيحية كرست حضورا ودورا لسوريا في المنطقة، وغيرت الانتكاسة والإحباط وشعور الخسارة إلى ثقة متجددة بالنفس وبالأمة، والتحقيق نصر كانت أحد مرتسمات الأساسية حرب تشرين التحريرية عام 1973. المتحدثون أشادوا بإنجازات الحركة التصحيحية المجيدة، مشيرين إلى أن الاحتفاء بذكراها هو احتفاء بالإنجازات التي حققتها
بتثبيت دعائم الاستقرار في سوريا وتحصين أمنها وأمانها بالنهضة العمرانية الحديثة. وصفت المستشارة الخاصة في رئاسة الجمهورية بثينة شعبان العلاقة بين سوريا وسلطنة عمان بالمتميزة، فالبلدان لديهما الكثير من القواسم المشتركة، أولها الحرص على العرب والعروبة، وكذلك حكمة الرئيس بشار الأسد والسلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد، والتوازن في مقاربة الأمور ومقاربة العلاقات العربية العربية. السفارة العمانية في دمشق أقامت حفلا بمناسبة الذكرى 52 للعيد الوطني لسلطنة عمان بحضور سفير عمان في سوريا التركي بن محمود البوسعيدي. أكد نائب رئيس البعثة خالد الزيدي أن العيد الوطني لسلطنة عمان يوم مهم لها، وهو فرصة لتأمل الماضي والتطلع نحو المستقبل، منوها بأن العلاقات السورية العمانية علاقات مميزة، وهناك جهود مبذولة وحرص من كلا الجانبين لتعزيز التعاون الثنائي والدفع نحو المزيد من التعاون العملي. تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها أو أعلى بقليل نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمرتفع جوي سطحي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا. توقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن يكون الجو بين الصحو الغائم جزئيا بشكل عام، ويكون الجو باردا نسبيا ليلا، محذرة من تشكل الضباب خلال ساعات الصباح الباكر في المناطق الجبلية وبعض المناطق الداخلية، وتكون الرياح شرقية في المناطق الساحلية والشمالية الجنوبية إلى جنوبية غربية في باقي المناطق بين الخفيفة والمعتدلة. أطلقت وزارة الصحة حملة أيام التلقيح الوطنية لمتابعة الأطفال المتسربين من عمر يوم حتى الخمس سنوات، وتستمر الحملة حتى 24 من الشهر الجاري. وأكدت الدكتورة رزان الطرابيشي مديرة الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة أن الحملة تنفذ عبر 1026 مركزا صحيا و579 فريقا جوالا يغطي مختلف المناطق، ويشارك فيها 8842 عاملا صحيا، موضحة أن الهدف من الحملة التأكد من استكمال الأطفال جميع اللقاحات المدرجة في برنامج التلقيح الوطني، ومتابعة الأطفال المتسربين منه وإعطائهم اللقاحات المستحقة، وتزويدهم ببطاقة لقاح جديدة في حال عدم وجودها. وتستهدف الحملة حسب الطرابيشي تقييم الحالة التلقيحية لنحو 2,700,000 طفل من مختلف المحافظات، لافتة إلى أن البيانات تشير إلى وجود أكثر من 268,000 طفل لم يستكملوا لقاحاتهم، داعية الأهالي إلى اصطحاب أطفالهم للمراكز الصحية أو الفرق الجوالة لتقييم حالتهم التلقيحية وإعطائهم اللقاحات المستحقة. وفي محافظة درعا أوضح مسؤول عمليات التلقيح في مديرية الصحة أجود محاميد أن الحملة تستهدف 8,841 طفلا وطفلة من المتسربين من برنامج اللقاح أو ممن لم يحصلوا على اللقاحات الروتينية، مشيرا إلى أن عدد العناصر المشاركين بالحملة يبلغ 422 عنصرا، منهم 300 عنصر ثابت و 122 عنصرا جوالا. من المجمع الطبي في درعا البلد، وبعد استقرار الحالة الأمنية بمحيطها إثر العملية الأمنية التي نفذت خلال الأيام القليلة الماضية، مديرية الصحة بمحافظة درعا تطلق حملة أيام التلقيح الوطنية لمتابعة الأطفال المتسربين دون خمس سنوات وسط استعدادات حكومية لتغطية الحملة. عددهم حوالي 9,000 متسرب، والان عم بيتوافدوا على اماكن اللقاح. طبعا احنا حاليا عندنا 300 عنصر هذول ثابتين،
و122 راح يكونوا فرق جواله، بحيث انه نخطي الحمله بشكل كامل، مع العلم انه احنا وصلنا الى 93 الى 94% من لقاح الشلل للاطفال، وحوالي تقريبا 92% من لقاح الحصبة. وندل هذا الموضوع بدل على الوعي اللي عند الناس. حملة لمتابعة المتسربين للأطفال دون الخمس سنوات من العمر لتحري الحالة التلقيحية لهم، ومتابعة الأطفال المتسربين عن اللقاح الروتيني. كل شيء تأخر عن لقاحاته لظرف ما، لسبب ما، أي حدث صار بالبلد، فإحنا قبل الحملة بأسبوع طلبنا من جميع المراكز الصحية تحضير قوائم اسمية بالأطفال المتسربين من خلال سجلات اللقاح. فنحن بدنا نتابع هالأطفال مشان ما يضل عندنا هالتسرب، مشان صحتهم. إقبال لافت شهده المركز، ما يؤكد حرص الأهالي على متابعة لقاحات أطفالهم رغم جميع الظروف لحماية هؤلاء الأطفال، مقدرين جهود الجهات المعنية في سبيل ذلك، فيما تستمر الحملة حتى 24 من الشهر الجاري. ناس تيجي مشان تلقح، مشان تحفظ أطفالها من المرض وجميع المشاكل يعني. ونشكر القائمين على هذه العناية. والله جاي لقح البنت هاي أول مرة. هو المركز الحمد لله يعني أموره بخير، يعني كل شيء أطفال عندي متابعة لقاحهم. نصيحة أنه اللقاح أهم شيء للطفل، والحمد لله كل الناس بخير والحمد لله رب العالمين. مهتم من بولادهن وما يهملن شان الأمراض. رغم ظروف الحصار الاقتصادي المفروض على سوريا جميعها، تتواصل الجهود الحكومية لإيلاء الرعاية لهؤلاء الأطفال الذين يمثلون الأمل المشرق بمستقبل أفضل. فراس الأحمد لقناة سما الفضائية، درعا البلد. من جانب ثان، أعلنت وزارة الصحة السورية مساء الأحد تسجيل إصابة جديدة واحدة بفيروس كورونا في سوريا، الشفاء حالة من الإصابات المسجلة بالفيروس. وأوضحت الوزارة أن عدد الإصابات المسجلة في سوريا بلغ حتى الآن 57,388، شفي منها 54,218 حالة، وتوفي 3,163 حالة. وكانت الوزارة سجلت يوم السبت الفائت إصابة بكورونا وشفاء حالة واحدة. وافق مجلس الشعب في جلسته المنعقدة برئاسة حمودة صباغ رئيس المجلس بالأكثرية على إحالة مشاريع القوانين المتضمنة تعديل بعض مواد القانون رقم 24 لعام 2003، التعديلات الخاصة بالضريبة على الدخل، التعديل المرسوم التشريعي رقم 11 لعام 2015 وتعديلاته الخاص برسم الإنفاق الاستهلاكي إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية للبحث في جواز النظر فيها دستوريا وإعداد التقارير اللازمة حولها. في سياق آخر، ناقش أعضاء المجلس عددا من القضايا المتعلقة بعمل وزارة النقل. في رده على المداخلات، أكد وزير النقل المهندس زهير خزيم أن هناك مساعي من قبل الوزارة لزيادة عدد الطائرات المدنية، سيتم تخصيص مبلغ خلال العام القادم لإعادة تأهيل وترميم مبنى مديرية نقل حلب، في حين إن إعادة تأهيل مراكز الفحص الفني للسيارات تقدر كلفتها بالمليارات، لذلك تم طرحها للاستثمار مع القطاع الخاص الحفاظ على حقوق العاملين فيها وأن تعود ملكيتها للدولة. تحت عنوان تمكين المجالس المحلية فنيا وماليا، نظمت وزارة الإدارة المحلية والبيئة البرنامج التدريبي لممثلي المجالس المحلية والذي يستمر على مدى يومين بمحافظة حلب، وذلك بهدف تركيز المسؤولية في أيدي الجماهير لتمارس إدارة شؤونها بنفسها وتمارس تعزيز عملية التنمية المستدامة. نظرا لأهمية البرامج التدريبية التي تنظمها وزارة الإدارة المحلية والتي تهدف إلى تأهيل كوادر وتمكين رؤساء الوحدات الإدارية في الدورة الجديدة، وفي إطار التعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، أقامت وزارة الإدارة المحلية والبيئة البرنامج التدريبي لممثلي المجالس المحلية بمحافظة حلب
تحت عنوان تمكين المجالس المحلية فنيا وماليا. الوزارة وضعت برنامج تدريبي إن شاء الله شامل وكافي لتأهيل هذه الرؤساء الوحدات للقيام بعملهم على أكمل وجه، ويتناول هذا الملف موضوع القانون المالي 37 لعام 21، قانون الإدارة المحلية 107 لعام 2011، قانون الموازنة المستقلة لعام 2007 يلي هو خاص بعمل مجالس المحافظة. هي الدورة بالإضافة إلى الأمور يعني تدريب رؤساء البلديات وتوعيدهم بخصوص الأمور الفنية، المخطط التنظيمية، الأمور القانونية. طبعا هناك شيء مهم وهو موضوع تأمين الخدمة في قطاع الإيواء. ورشة العمل هي بتهدف إلى تمكين رؤساء المجالس الإدارية مع المحاسبين فنيا وماليا وإداريا، بحيث يتمكن الأعضاء الجدد من تفهم المهام المنوطة بهم. الوزارة مهتمة جدا طبعا بالتعاون مع المفوضية بتأهيل رؤساء المجالس الوحدات الإدارية. يهدف قانون الإدارة المحلية إلى تركيز المسؤولية في أيدي الجماهير لتمارس إدارة شؤونها بنفسها، وتعزيز عملية التنمية المستدامة، وتمكين رؤساء الوحدات الإدارية بضرورة متابعة شكاوى المواطنين وإيجاد الحلول المناسبة لها. تأتي هذه الدورة في من أجل تمكين المجالس المحلية في إدارة مواردهم البشرية والفنية وماليا، من أجل كون أنه تم انتخابهم وفق انتخابات الإدارة المحلية. فهذه الدورة تأتي لتفعيل مبدأ إدارة المجتمع المحلي من قبل المجالس المحلية لإدارة مواردهم جميعها. دورة خطوة كتير مهمة، دايما بتصر أو بتصر وزارة الإدارة المحلية على إقامة مثل هذه الدورات لتساعد رؤساء الوحدات الإدارية للقيام بعملهم بشكل أمثل، واللي يكون أجدى، تكون عملهم بشكل مجدي أكثر في خدمة المواطنين اللي هن المناطفين هذا الدور. يتناول البرنامج على مدى يومين جلسات حوارية حول القانون المالي للوحدات الإدارية، وأعداد موازنات مجالس المدن والبلدات والبلديات، وأعداد خطة الاحتياجات والأولويات في قطاع الإيواء، إضافة إلى قانون الإدارة المحلية وقانون العقود وإدارة أملاك الوحدة الإدارية. قناة سما الفضائية، كنان علوش، حلب الشهباء. أصدر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامة الخليل قراراً يقضي بتشكيل لجنة التدخل السريع الخاص بالعملية التصديرية برئاسة مدير هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات وعضوية ممثلين عن كل من وزارات الزراعة، الصناعة، التجارة الداخلية، الصحة، النقل، مصرف سوريا المركزي والجمارك، اتحادات غرف الصناعة والتجارة والسياحة وفعاليات القطاع الخاص. وأوضحت معاون وزير الاقتصاد لشؤون التنمية الاقتصادية رانيا أحمد أن القرار جاء تنفيذا لتوصية اللجنة الاقتصادية بالموافقة على مقترحات وزارة الاقتصاد التي رفعتها بشأن تطوير وتبسيط الإجراءات المرتبطة بالعملية التصديرية وتسهيل نفاذ المنتجات السورية إلى الأسواق الخارجية ومعالجة العقبات التي تحول دون تنمية الصادرات، بما في ذلك ما يرتبط منها بالإجراءات الإدارية واللوجستية. زار المهندس معتز أبو النصر جمران محافظ القنيطرة المنطقة الصناعية في منطقة الحلس ببلدة خان أرنبة للاطلاع على تنفيذ أعمال البنى التحتية ومشروع بناء خزان مياه، وذلك في إطار دعم المناطق الصناعية والحرفية والمشروعات التنموية. نظرا للأهمية التي تحملها المنطقة الصناعية والحرفية بالحلس، اطلع محافظ القنيطرة المهندس معتز أبو النصر جمران برفقة الفريق الخدمي على أعمال تنفيذ البنى التحتية بالتزامن مع مشروع بناء خزان مياه عال بسعة 300 متر مكعب ومشروع شق طريق المتحلق الشرقي للمنطقة. كانطلاق معامل حاليا تقريبا 5 معامل اللي بدهم يشتغلوا معمل بلاستيك ومعمل زراعات سنية ومعمل مستحضرات، سواء كانت المشافي معقمات ولا مواد تانية، إضافة لمعامل الأعلاف. وفي عنا 25 صناعي تقريبا مرخص بطور الإقلاع. هذه المنطقة الصناعية والحرفية في محافظة القنيطرة لها اهتمام كبير كونها ذات موقع مميز
وجغرافيا قريبة بمحافظة دمشق، تؤمن 3000 فرصة عمل ضمن هذه المناطق الصناعية، وتعتبر من ناحية استثمارية ذات نتائج جيدة جدا. وتعمل محافظة القنيطرة للنهوض بالواقع الصناعي في المحافظة على تقديم ترخيص بناء 25 معملا، منها 5 معامل في طور الإشادة و3 معامل في طور تجهيز الآلات. وبالنسبة لمعامل القطاع العام، فقد تم تخصيص 30 دنما معملا لتعبئة المياه المعدنية، و10 دنمات معملا للأجبان والألبان. المنطقة الصناعية بالحلاس فيها 166 مخزن صناعي و103 مخزن حرفي. تم ترخيص بناء 25 معمل، هلا في 5 منهم بدأوا الإشادة وبطور تجهيز الآلات، في 3 منهم بطور تجهيز الآلات. وإن شاء الله الصيف القادم نشوف عدد جيد من المعامل بدأت بالإنتاج وعدد كبير بدأ بالإشادة. وبالنسبة لمعامل قطاع عام بأرض محافظة قنيطرة، هلا تم تخصيص 30 دنم لإقامة معمل تعبئة المياه المعدنية يتبع للمؤسسة العامة للصناعات الغذائية، وتم تخصيص 10 دنم لإقامة معمل الأجبان والألبان يتبع لشركة ألبان دمشق. دعما للنهوض ولتذليل العقبات كلها، ستعمل المحافظة بكل جهودها على متابعة كل الصعوبات والعقبات وتقديم كل التسهيلات اللازمة، حيث تسهم المنطقة الصناعية بتخدم الصناعيين وخلق فرص استثمارية كبيرة وفرص عمل لأبناء المحافظة. مي أبو دقة لقناة سامة الفضائية، القنيطرة. أصدر مصرف التسليف الشعبي عددا من التعديلات على ضوابط وشروط منح قروض الطاقة المتجددة دون فوائد، بالتعاون مع صندوق دعم استخدام الطاقات المتجددة رفع كفاءة الطاقة وفقا للضوابط والشروط. يستفيد من قروض الطاقة المتجددة التي يمنحها المصرف أي مستهلك لحوامل الطاقة من العاملين في القطاع العام أو الخاص أو أصحاب الفعاليات الصناعية والتجارية والخدمية، سواء أكانوا أشخاصا طبيعيين أم اعتباريين باستثناء القطاع الزراعي. سبب الاستثناء هو أن ذلك من اختصاص المصرف الزراعي التعاوني الذي يمتلك خبرات كبيرة في التعامل مع هذا النوع من القروض. حددت المؤسسة السورية للتجارة أسعار استجرار مادة الحمضيات من المزارعين مباشرة وفق النوعية والصنف، إضافة إلى جملة الخدمات التي تقدمها المؤسسة للمزارعين بهذا الصدد. أبين مدير فرع المؤسسة باللاذقية المهندس سامي هليل أن المؤسسة ستقدم خدمة النقل ذهابا وإيابا إلى أرض المزارع ومركز الفرز والتوضيب مع تقديم الصندوق الحقلي مجانا، ستتحمل أجور الفرز والتوضيب والتحميل والقبان إلى جانب توفير عمولة الكوميسيون، وهو ما يوازي نحو 350 إلى 450 ليرة من الوفر لمصلحة الفلاحين، تضاف إلى كل كيلوغرام حسب الصنف والمسافة. أوضح هليل أن الأسعار ستكون متغيرة بشكل دوري حسب مصلحة المزارعين، وأن المؤسسة حريصة على تقديم كل التسهيلات للمزارعين، وذلك نتيجة لتعاون مختلف الجهات العامة معها ضمن خطة التدخل الإيجابي في تسويق موسم الحمضيات للعام الحالي. بلغت مساحة الأراضي المزروعة بالشعير البعل بمحافظة حمص للموسم الزراعي الحالي 2748 هكتارا من أجمالي المساحة المخططة البالغة 38203 هكتارات. وأوضح رئيس دائرة الإنتاج النباتي في مديرية زراعة حمص المهندس عزام دربولي أن المساحة قابلة للزيادة خلال الأيام القادمة حسب الظروف الجوية، مشيرا إلى أن تأخر الأمطار وعدم هطولها بشكل كبير في بعض المناطق يؤخر الزراعة وخاصة البعلية. يذكر أن المساحة المخططة للقمح المروي تبلغ 17420 هكتارا وللقمح البعل تبلغ نحو 22000 هكتار، في حين تبلغ المساحة المخططة للشعير المروي 529 هكتارا. النشرة انتهت، شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.